خضم اشغال المتسارعه اللي عرفتها مدينه مراكش باش ما نكونوش عدميين. فكاين استبشار بهذه المشاريع ولكن هنالك ترقب وحذر شديد. علاش؟ على مجموعه من المستويات. هنا التزامن ديال هذه المشاريع لان كاين دابا المؤتمر ديال البنك الدولي، كاين جوج مؤتمرات، كاين واحد المؤتمر ديال البيئه وكاين مؤتمر ديال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. هذا التزامن تيطرح علامه استفهام وتطرح ريبه عند 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 المتتبع المراكشي. هنا كي قلت الاشغال السابقه فهي اشغال جعلت المراكشي يعني مقلق بزاف وغاضب. مدينه مراكش متهدي وهي في سبات عميق. حاليا مجموعه من المشاريع اللي تتهم شوارع كثيره في مدينه مراكش. هنا تيبقى السؤال المطروح على التوقيت الزمني لهذه الاشغال، واش هو موفق او غير موفق، خاصه تيجي في واحد الوقت اللي دقيق جدا، هو وقت ديال العطله الصيفيه وتنعرفوا الديناميه اللي تتعرفها مدينه مراكش. تنقول ترقب، علاش ترقب؟ وعلاش يعني الترقب والحذر عند المواطن المراكشي؟ لان مجموعه من الاشغال اللي دازت خلات المواطن المراكشي تيبقى حذر، مجموعه من الاشغال دازت والنهايه ديالتها ما كانتش في المستوى اللي تطمح ليه المواطن المراكشي. هنالك حاضره متجدده، هنالك تسمين المدينه، هنالك المسارات الروحيه لمدينه مراكش، مجموعه من الاشغال لم تنتهي، مجموعه من الاشغال. وهنا دليل على ان الاشغال هادو اعمده عندهم سنه وهما محطوطين هنايا. الاسقف ديال مجموعه من السويقات اللي تحيدوا لها الاسقف القديمه بقات تقريبا دار كاين اللي دار فيها الثلث، كاين اللي دار فيها الثلثين. حتى لاكاليتي ديال الترميم فيها مجموعه من علامات استفهام ومجموعه من ديال التساؤلات. ما ترميو حتى شي واحد حنايا بالباطل، ولكن كمتتبعين لان الاثر ديال هذا الشيء تيرجع لينا حنا كمواطنين. اذا السؤال اللي تيبقى هو النجاعه والتنزيل السليم ديال هذه المشاريع. حنا غنصبروا كمراكشيين، ما كاين حتى شي اشكال، ولكن لوكو، اشنو هو لوكو؟ لوكو بغينا مدينه مراكش تكون في واحد الحله جيده، واحد الحله جميله، واحد الحله اللي تتماشى مع العالميه ديال المدينه، ولكن يكون تنزيل في المستوى وما يكونوش اختلالات وما يكونوش مشاكل كيخلاتها لطرافو الاخرى اللي ما كملات شيء. وكاينه في لاماكيت، كاينه مجموعه من الحوايج كاينين في لاماكيت وما تحطوش على ارض الواقع. هنا غادي نسالوا كذلك الشوارع اللي دابا خدامين عليها كشارع عبد الكريم الخطابي، تم الازاله ديال الاعمده من الوسط ودارت على الجنبات، مع العلم ان في السابق تقريبا قبل الاصلاح القديم راه كانوا في الجنبات. اش اللي بيزيدونا هذه الاعمده؟ ونسالوا كذلك حتى اقتلاع وازاله مجموعه من الاشجار، وهنا نهضروا على البعد الايكولوجي. اذا هنا هذا الاقتلاع ديال الاشجار كيفاش غادي تتعوض، خاصه في شارع عبد الكريم الخطابي اللي 200 شجره تحيدات. هنا البعد الايكولوجي، وكاينه ثوره حاليا ونقاش حاد حول التشجير وسميتو وعدم تنخيل المدينه بالنخل الرومي اللي تيستنزف الماء وتستنزف المقدرات المادية. تحية طيبة.